شنو اللي خليهم سهلين عندك؟ خاطرني نحب يعني نحب نعملها الحاجه هذه. راهي محرضه نتاع خدمه راهو وقت اللي قالوا لي تمثيل صعيب وتمثيل صعيب والكل. وقت اللي مشيت وبديت يعني التجربه هذه حسيتها ياسر حلوه بالعكس، يعني مش صعيبه حتى الصعب اللي فيها محلاه. يعني انا سام ديرونج با باش نقعد نستنى شويه باش نعمل الغول نتاعي. مش السخرين ما وصلوش عايشه، علاش انت؟ خاطر انا امنت بروحي عليه، مش انا باش نعمل نعمل، انا نحب نعمل وباش نعمل وممنا بروحي، واللي عملته توا ما يجيش يعني 1% من اللي نحب نعمله. جدك عايشه بالحق والله بالحق. انت عندك دي زيدي اي علاش ليه نحب نخلط العالميه؟ علاش ليه يعني شويه بشويه حتى العالم العربي مازلت معناها ما حققش سايتي في مصر قدمت برامج سايتي وعملت. اما نعرف اما مازلت باش نزيد. انا نعرف في مصر شو يقولوا على عايشه عثمان، انا نعرف بكذا كذا اكثر من تونس يضلي. اي اي اه في مصر يضل يعرفوني اكثر من تونس. اكزاكتومون عايشه في مصر يعرفوها اكثر من اللي في تونس بالحق يعرفوها. خاطر عندها برشا، عندك سنوات انت في مصر. سنوات اي اما بون يعني مازال مازال عالي. انت عايشة شو شوف عايشة راهي طيبة ومرأة عاقلة. استنى مرأة عاقلة وطيبة متضرة حد وشادة ببوشتها ومتضرة حد. انا نعرف ما تتكلم في حد وما تقول على حد حتى حد حد. انا تعجبني في حاجة اللي في مخها تعمل. برافو. انت زاد لازم عندك ما تنحب انت اروح ليه؟ هي اول ما خاطر ما بديت امنت وتمنيت مصر بيان سور فهمت، تو كملت مصر تو باش تتمنى العالميه فهمت، باش تقعد بينها وبين روحها باش تقول عايشه في العالميه عايشه في العالميه سي اوب كهو مش هكاك. عايشه نقول لك حاجه اروى خذها، انا ربما في التلفزه اقدم منك شويه ونفهم فمك الفلير اللي يخليك اراو اللي قالته عايشة هو صحيح ماهوش بالبساطة اللي نتخيلوها في مخاخنا كن فيكون ويمشي. خدمة برشا. فما خدمة. أما هي صنع ظروف. فما طمع. فوالا. هي صنع ظروف. الذكي قدرته على الصنع الأرضية والفهم. بلانين كامل. ومن بعد التطبيق. شو علي؟ تخلق أنت الفرصة وتستغلها، مش تقعد تستنى باش تجيك فرصة، خاطر كي مش تقعد تستنى باش تقعد تستنى برشا. نقعدوا في الدعاء. صحيت وتقعد يا ربي إن شاء الله وألا غالب وما خطفتش وليه سي با سا.